مرحبا وأهلا فيكم. الحقيقة من خلال متابعتنا لكل التطورات، مو بس زيارة الأسد للصين ولكن هو حدث بارز، يعني أكيد في يعني نحن أرضية من خلالها نستعرض تطورات ومنناقش هذه التطورات وما هو آثار أو أثر هذه التطورات. المنطلق يعني عم نحكي هون بالقناة أنه كيف ستؤثر هذه التطورات على إيجاد حل للمأساة اللي عم يعيشها السوريين، مو حل لكسر عزلة النظام. يعني وقت نحن ناخد زيارة الصين ونحاول نعرف رسمية ولا ما رسمية، هي معقول تكون والله لمشاهدة حدث رياضي أو خلينا نضيف يعني بحسب ما يريد شريحة من السوريين لكسر عزلة النظام، أو يعني أنه نقول أنه النظام نجح في إحداث خرق في هذه العزلة. طيب أحدث النظام خرق في هذه العزلة، ولكن أول شيء هذا الخرق لن يؤثر ولن يغير بأي شيء في التدهور الحاصل في سوريا في كل النواحي. اثنين، أنا برأيي وبحسب تقديري أنه هالعزلة ما رح تكون أكثر من عدد أيام الزيارة يلي رح يقضيها الأسد في الصين، لأن حقيقة نفوذ الصين في سوريا محدود. يعني نحن منقول أنه الأطراف، يعني دولة يعني كبرى هي روسيا، وعنا دولة إقليمية أيضا يعني لها من القوة ومن الموارد ومن التأثير ومن التواجد في المحيط الكثير يلي هي إيران. إذا هدون الدولتين ما حسنوا يلعبوا أي دور، هن دول يعني في تواجد عسكري روسي وإيران تقريبا على حدود سوريا، ما حسنوا يلعبوا أي دور في موضوع العزلة والحصار المفروض على نظام الأسد. ليش لحتى تنجح الصين في ذلك؟ هلا من ناحية التغطية الإعلامية، يعني أنا هون بدي أوضح شغلي أنه مو الفكرة هي بالأسد بحد ذاته. نحن وقت نناقش الموضوع، لأن مو نحن يلي عم نعطي صورة غلط أبدا. الإعلام الرسمي طبعا بالنسبة له وبالنسبة لسوريا أنه والله زيارة الأسد هالدولة الصغيرة اليوم المفتتة المنهارة يلي ما بنعرف بكرة بتكون ولا ما بتكون، أنه والله رئيسها يزور الصين هو حدث لا شك. وإذا بنفتح اليوم كنا على كل وسائل الإعلام من الصبح لهلأ عم يغطوا زيارة الرئيس الأسد ولقائه يلي استمر يعني خلينا نقول أقل من نصف ساعة مع الرئيس الصيني، عملوا عليه تغطية إعلامية يعني صادرت كل البرامج. ولكن من ناحية أخرى يعني الصين مو أنه ما عنده غير الأسد وعنده غير سوريا، نحن نشكل يعني خلينا نقول ملف صغير من الملفات الكبيرة اللي بتتعامل معها الصين. وبالتالي من الطبيعي إذا بنفتح كل وسائل الإعلام بنشوف أنه أخذ الخبر حي صغير، والحي اليوم بلش الاهتمام وهو ناتج عن الاهتمام بنشاطات الرئيس الصيني. يعني لو رئيس الصين ما التقى مع الأسد ما كان في أي يعني ذكر للرئيس الأسد في زيارته للصين. فهذا الموضوع طبيعي ناتج عن اختلاف يعني حجم وقوة ونفوذ الطرفين. بالنسبة لسوريا الصين شغلة كبيرة، ولكن بالنسبة للصين يعني سوريا هي ملف من الملفات اللي بتتعامل معها وملف صغير أيضا. فإذا هذا هو الموضوع. دائما أنا بركز الشغلة مو معركة والله شخصية بيننا وبين الأسد. لو الأسد يذهب إلى وين ما كان على المريخ ويعود بانتصار للسوريين أو جزء من السوريين لحتى نحن نقول ونثني على ذلك بغض النظر عن كل ما حصل، ولكن مع الأسف كل الخطوات كل التحركات هي فقط ليطيل عمر النظام بدون أن ينعكس. وهذا الشيء يعني رح يبين بالأسبوع بالأسبوعين القادم بالشهر، الموضوع رح يكون واضح جدا بالنسبة للسوريين أنه هذه الزيارة كانت، أنا مو بشكل شخصي عم بحكي بشكل موضوعي جدا. يعني لو واحد بدي يحكي بشكل شخصي الحقيقة يعني بيحكي بغير هالطريقة، لأن حقيقة أنا بشوفها نوع من مهزلة يعني اللي عم يصير. ولكن إذا بدنا نحكي بشكل موضوعي منقول أنه الرئيس راح شمت هواء على الصين ورجع، بما يتعلق بانعكاس مرة تانية هذه الزيارة على سياق الأحداث في سوريا، ولا كأنه راح يكون في أي شيء. يعني دخلوا العرب والقمة العربية وراح على جدة وراح على موسكو وراح على إيران، وعم نشوف الأمور من سيئة لأسوأ. الصين يلي لا تمتلك مرة تانية نفوذ يقارن في المنطقة، هو أوكي عم ينمو نفوذها مرحبا لحتى يعني يصير النفوذ يوازي نفوذ باقي الدول
ولكن من حيث النتيجة رح نشوف. هذا الشيء اللي بيهمنا، هذا الشيء اللي نحن بنحكي حقيقة، ونحن مأهورين. أي مأهورين على سوريا، مو مأهورين من الأسد. يعني إن شاء الله يعني بتمنى يضل هنيك وينبسط في حياته هو وعائلته، ويسحب كل هالمليارات ويعيش بالصين ويتهنى فيها، ما عندنا مشكلة. يعني نحن منصير بقى حقوق السوريين منطالبه فيها من هون. فالموضوع ما هو شخصي، الموضوع أنه نحن عم نبحث عن حل للأزمة، للكارثة السورية، للتدهور غير المسبوق في الحالة السورية. في التطورات أول شيء، يعني هذا بنحكي كمان، هذا بكل موضوعية عم نحكي، وخلي الحكم للمستمعين المؤيدين قبل المعارضين. اكتشفنا أنه الأسد أخذ عائلته معه في كثير من اللقطات غير الرسمية. شوهد الأسد في أماكن عامة للتنزه، يتنزه هو وعائلته في المدينة يلي زارها لافتتاح دورة الألعاب الآسيوية، وهي نفس المدينة يلي التقى فيها الرئيس الصيني. فيعني هذا الموضوع أنه نحن في هذه الظروف مرة تانية في سوريا، في هذه الظروف أساسا. يعني أنا ما أجا على ذاكرتي في الزيارات الدولية اللي تابعتها بحكم عملي، أنه والله في رئيس أخذ كل عائلته معه، يلا تعالوا نتفرج. يعني هذا الموضوع الحقيقة بترك حكمه للجمهور، ولكن تكشفت يعني من خلال تقارير غير رسمية أنه عائلته كانت كلها معه في أماكن عامة للتنزه في الصين. هذا موجود وعم تشوفوا الصور قدامكم. التقى الرئيس الصيني، تبادلوا كلمات الترحيب، وتم توقيع 3 اتفاقيات بحسب وسائل الإعلام السورية والصينية، هي اتفاق تعاون اقتصادي، مذكرة تفاهم مشتركة للتبادل والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، يعني هذا عنوان عام ما بعرف شو بيعني، والثالثة هي مذكرة تفاهم حول السياق المشترك لخطة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق. هلأ إذا بدي أبدأ من الثالثة، حزام الطريق يمكن في ناس ما بيعرفوا، وفي طريق تحاول الصين بناؤه من الصين يصل إلى أوروبا. أساسا هذا الطريق بمنطقتنا بمر بإيران وتركيا، ولكن الصين أو مثل هذه الطرق يجب أن يكون هناك ممر بديل، يعني في حال الطوارئ يتم استخدامه، في حال صار في اضطرابات، لأن مو أنه والله صار اضطراب مثلا في إيران بيقوم بينقطع الطريق، بيحاولوا يجدوا دائما بديل. فهن البديل بالنسبة للصين أو بتحاول بدخول سوريا في حال استقرت الأمور، يعني أي طريق بده يمر بسوريا في هذه الحالة. فالطريق البديل المخطط يعني في المستقبل، يعني هو المشروع قيد الإنشاء، أنه يمر عبر العراق فسوريا إلى المتوسط، ولبنان أيضا هو من ضمن الوجهات المخططة في هذا الموضوع، وسوريا انضمت إلى هذا المشروع. وأكدوا هنا مذكرة التفاهم حول السياق المشترك الثاني تبع التنمية الاقتصادية، هذا الموضوع مرة ثانية لا يمكن أن يتم. نسأل حالنا ليش ما تم بالسنوات الماضية؟ لا يمكن أن يتم إلا في حال استقرار في سوريا، نيجي تعاون اقتصادي بين البلدين، يعني أنه يكون في منافع مشتركة. ليش لسه في شيء نحن نقدمه للصين؟ الحقيقة أنا ما راح جاوب، بحسب ما ظهر على التلفزيون الرسمي السوري أحد الضيوف جاوب على هذا السؤال. هناك فرص الاستثمار موجودة، سوريا فيها شيء واعد، يعني تنوع. الصين كانت قبل الحرب، التي شنت علينا تستثمر في النفط، كان لديها حقول نفط، تقوم بالتنقيب شركة صينية للنفط، كانت لديها مدينة صناعية موجودة وحتى الآن موجودة في عدرا، وبالتالي وفيها هناك شركات ومعامل، وبالتالي يمكن أن يعاد استكمال هذه المدينة الصناعية، وتأتي الشركات الصينية وتستثمر أيضا هنا وتعمل هنا وتعمل داخل الأراضي السورية. وبنفس الوقت بدلا من أن يكون البلوكات استثمار النفط التي تأخذها الصين في قبل الحرب، الآن يمكن أن تتوسع، لأنه لدينا مساحات كبيرة من البلوكات، يعني سواء كان في البحر أو في البر، يعني هذا الأمر سواء للغاز أو للنفط يمكن للصين أن تعمل في هذا المجال كأحد مجالات الاستثمار. تحدث حول المعادن، نعم يمكن أن تستثمر في الفوسفات، لدينا هناك حقول بكر حتى الآن لم يتم كشفها، يمكن أن تأخذ هذا جانب الذي طرحته. وهناك السكك الحديدية، هناك الكهرباء وغيرها، هناك الاوتوسترادات الدولية، هناك الموافق، هناك الموانئ، هناك السياحة، وبالتالي كل شيء مفتوح لدينا، وسوريا متعددة في اقتصادها، وبالتالي يمكن. يعني قصده الخير كتير، روسيا وإيران والصين، وبلكي منخلي شوي لكوريا الشمالية.
أيضا من اللافت أنه تحدثت وسائل الإعلام لأن كان موضوع الطائرة يلي نقلت الرئيس اللي هي طائرة صينية، يعني كل حتى هن بوسائل الإعلام الصينية قالوا عادة بيجوا رؤساء الدول هن عم يفسروا بتقارير، في تقارير اليوم بوسائل الإعلام الصينية عم بيشرحوا ليش الرئيس الأسد أجا بطائرة صينية، مو لأن ما عنده طائرة هو، يعني بغض النظر هو ما عنده، ولكن بغض النظر قال حتى يضمنوا أمن الرئيس، يعني هو رحلة طويلة وبتمر من فوق عدة دول، فهن ليضمنوا أمن الرئيس أخذوه بطائرتهم الخاصة، هن في سياق دفاعهم مو أنه بيملك أو ما بيملك طائرة، وهذا الدفاع كان يعني سلاح ذو حدين. والحد الثاني إذا كان يعني هو نوع من توجيب الأسد وضمان أمنه، أنه الأسد بما معناه يعني هي الرسالة الواضحة أنه هو غير قادر كرئيس دولة سوريا اليوم بما تشهده أنه كمان عم يحكوا من اضطرابات وحرب أن يضمن أمنه الشخصي في الوصول إلى الصين، يعني هي الرسالة. فالأسد نوى أنه يحضر دورة افتتاح ألعاب الألعاب الآسيوية، يعمل على هامش هذا اللي عم نحكي فيه لقاء، وتم اللقاء وشفنا الاتفاقيات الحية مانا بذات الأهمية، يعني ما أنا هالاتفاقيات اللي ممكن كان واحد يعمل عليها هالمغامرة، أنا سميتها مغامرة وطلعت فعلا مغامرة. كيف هو تجاوز هذه المغامرة وخطورة هذه المغامرة؟ لأن في كثير ناس سألوني أنت ليش من يومين قلت لو كنت أنا بدال الأسد ما كنت سافرت. مظبوط، هي فيها مخاطرة، ولا يمكن أن يضمن أمنه الشخصي في هذه الرحلة، فقامت الصين بضمان يعني أمنه ونقلته إلى الصين وستعيده إلى سوريا، يعني في حال قررت ذلك. أيضا من البيان المشترك، طلع في بيان مشترك لفت نظري من البيان المشترك، أنه سوريا أكدت على أنه تايوان جزء من الصين. مرة تانية سوريا يعني وضعت نفسها في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما وقفت مع روسيا في حرب ضد أوكرانيا، وضعت نفسها في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أكثر وأكثر، يعني وهي عليها أن تتحمل العقبات. دول صغيرة أنا برأيي مثلنا نحن وعند ظروف كثير لازم تنقى بنفسها، ما تحط حالها في أحلاف يتصارع فيها الوحوش ونحن منروح بين الجرين. شفنا النتائج وقت يعني سوريا تقدمت مواقف كل الدول في العالم بما في موقف روسيا بالتحديد، وهذا الموضوع بدي أعيده لأن يعني بوقتها استفزني، نعم استفزني، أنه كان تصريحات في روسيا أنه هن عندهم عملية محدودة خاصة في أوكرانيا، كانت التصريحات في سوريا بأنه يجب أن نغير موازين القوى وأن يصير يكون هناك تعدد للأقطاب ونغير وجه العالم ونحد من الهيمنة الأمريكية والأوروبية، تقدموا الموقف الروسي وحصدوا النتائج، يعني بتوقع من وقت بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ونحن الأمور عندنا من سيء إلى أسوأ ولسه راح تدهور أكثر. لا يعني خلينا نقول تراجع الدور الروسي في سوريا، وأيضا اليوم رجعوا حطوا حالهم في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول الغربية في قضية تايوان، وأخذت الصين من الرئيس الأسد تعهد بأنه هو يعترف بأن تايوان جزء من الصين وأن حكومة الصين هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل تايوان. هلا بنفس الوقت اللي كان يعني بنفس التوقيت اللي كان عم يجتمع فيه الرئيس الأسد مع الرئيس الصيني، كانت المظاهرات قائمة، يعني بنعرف نحن كل أسبوع وكل أسبوع بيزيدوا الأعداد الموجودين، النظام فشل في أنه يتعامل مع مظاهرات السويداء أو يجعل المتظاهرين يعني يتراجعون عن مطالبهم بإسقاط الأسد نفسه يلي هو بالصين. فكان المشهد الحقيقة متباين للغاية، رئيس في الصين في رحلة عائلية يعقد جلسة عمل مع رئيس الصين، في ذات الوقت كان في الآلاف في ساحة الكرامة في السويداء ينادون بإسقاط الرئيس. وأيضا بدي أعيد فكرة كثير مهمة، أنه كيف بدأ ينظر إيران وروسيا إلى هذه الخطوة. الحقيقة ما ممكن ينظروا لها إلا أنه الأسد يحاول استجلاب يعني قوى عظمى أخرى إلى سوريا لتتقاسم
مع إيران وروسيا النفوذ في المناطق التي يسيطر عليها النظام. ورح نشوف أنه رح تحاول إيران بالتحديد، لأن روسيا منشغلة أكثر في حربها، أنه تعرقل هذه الخطوات وتعرقل أي خطوة ممكن أن تتخذها الصين حتى في الموضوع أو في الجانب الاقتصادي. الحقيقة إيران مبارح أنا بتوقع بتقديري الخاص وجهت رسالة إلى الأسد وإلى الصين بأنه هي صاحبة الكلمة العليا في سوريا. كيف هذا الموضوع أجا؟ بأنه قائد فيلق القدس في الحرث الثوري الإيراني مبارح عمل زيارة لسوريا في غياب الأسد، والخبر بيقول، يعني هذا على وكالات الأنباء الإيرانية وتنسيم بالتحديد، بيقول قام قائد قوة لواء القدس أو فيلق القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني بزيارة إلى سوريا، تفقد خلالها مختلف مناطق العمليات في هذه البلاد، وقام بإجراء مناورات أو أشرف على مناورات إيرانية سورية مشتركة. يعني هذا هو الخبر يلي جاء في الميادين بتوقع ووكالة تنسيم. أول شيء ما شفنا أي مسؤول عسكري سوري معه في هذه الجولة أو في الصور أو في ذكر، أو يعني ما تم ذكر أنه وجود أي مسؤول عسكري سوري، وزير الدفاع، قائد الأركان، يرافق قائد فيلق القدس في سوريا في هذه الجولة، يلي أول مرة أنا بسمع أنه في قوات إيرانية. دائما كانوا يقولوا في مستشارين، ولكن هذه المرة قالوا مناورات إيرانية سورية مشتركة، يعني في قوات إيرانية على الأرض، هذا اعتراف من وكالة رسمية، وقامت بمناورات مشتركة تحت قيادة قائد إيراني من الحرس الثوري الإيراني. يعني أنه الكلمة لنا نحن على الأرض، أنتم عملوا شو ما بدكم، عملوا اتفاقيات، ولكن من هو موجود على الأرض هو نحن. ليش أنه نحن؟ ليش؟ طيب هو تعاون كان لازم نشوف نحن مسؤول عسكري سوري معه في هذه المناورات ويعلنوا عنا ومين الفصائل. حتى ما تم ذكر زيارة لواء قائد القدس إلى سوريا أبدا في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية في سوريا. مستحيين الشباب، ما في أي ذكر، حتى صفحة وزارة الدفاع اللي عادة تعلن وبتعمل يعني أفلام تسجيلية عن المناورات، ما في أي ذكر، يعني لا بفيلم ولا بأي كلمة ولا بوكالة الإعلام السورية ولا بأي مصدر آخر. المصدر الوحيد هو وكالة أنباء إيرانية تم النقل عنها من يعني وكالات أو وسائل الإعلام المرتبطة في إيران، قناة العالم وقناة الميادين، ولكن ما في أي ذكر. والحقيقة أنه في عبارة جدا غريبة أجد في الخبر، أنه شارك، خليني أقرأها معكم، قاني في المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وسوريا. برجع بذكر هلا إذا في حدا حضران وما قالونا هاي مشكلتهم، ولكن أنا كإعلامي بشوف مصادر المعلومات، ما في أي مسؤول سوري حضر ولا في ذكر للمناورات في وسائل الإعلام السورية الرسمية وغير الرسمية. وتدارس هو نفسه وتدارس المناطق والمحاور الحساسة السورية في إطار المواجهة المشتركة مع التحديات والانفلات العسكري والأمني في سوريا. يعني هاي الدولة الصديقة إيران عم بتقول أنه في انفلات عسكري وأمني في سوريا، قائد فيلق القدس أجل حتى يشوف كيف بده يواجه هذا الانفلات الأمني والعسكري، تفقد مواقع في عسكرية في مناطق متعددة من سوريا، وأشرف على مناورات عسكرية مشتركة بين قوسين إيرانية سورية، يعني في غياب القادة العسكر، في غياب القيادات العسكرية السورية، وفي غياب قائد الجيش والقوات المسلحة الفريق بشار الأسد الذي يقوم بزيارة سياحية هو والعائلة إلى الصين. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.